بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، نواب، رئيس لجنة الحوار المحترمين، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعاً والمشاركين في هذا الحوار الوطني الشامل، وأنقل لكم تحيات جميع زملائي، إخوانكم أعضاء البرلمان العربي في الوطن العربي الكبير الذي أصبح برلماناً لجميع الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. والذي يضم 4 أعضاء من كل دولة، ويهدف إلى تعزيز الوحدة العربية وزيادة التعاون والعمل العربي المشترك، ودعم جميع قضاياه من خلال لجان تدرس وتهتم بكل قضاياه السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتشريعية والقضائية والتعليم والمرأة والشباب، لزيادة الروابط والمكتسبات التي حتى الوصول إلى وحدة عربية شاملة. وبهذه المناسبة أشيد وزملائي بما تم في بلدكم وبلدنا جميعاً اليمن، يمن الحكمة والتاريخ، يمن الحكمة والتاريخ المشرف، من خطوات مدروسة ومساع صادقة جنبت اليمن ويلات الفرقة والصراع وإراقة الدماء. وها أنتم اليوم في هذا المكان تواصلون الحوار والبحث عن أفضل الحلول للمحافظة على اليمن الكبير وأمنه واستقراره. في بيئة ديمقراطية أخوية راقية تدل على النضج والإخلاص، حتى أصبحتم مضرب المثل في التآخي، ورسمتم لغيركم درباً ومثالاً يحتذى به لحل المشاكل وإذابة الخلافات. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، اليمن يستحق منكم ومنا كل جهد مخلص حتى يصبح بإذن الله في مصاف الدول التي تتمتع بالأمن والرخاء والازدهار. وبهذه المناسبة أؤكد لكم أن البرلمان العربي يتابع ويؤازر كل خطواتكم الموفقة، وأدعو الله أن يزيدكم صبراً وحكمةً ونجاحاً. وفقكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.